يا سيدي، تحياتي ليكم، مرحبا بكم الناس الكل. كي العادة يومي نحاول نكون في موعد معكم، نستضيف من خلاله لاعب تحبوه أكيد. كل مرة نحاول من جمعية إن شاء الله باش يكونوا اللاعبين الكل اللي تحبوهم الكل موجودين، من السيساس الكلوب ليتوال الاسبيرانس، إن شاء الله أهم الجمعيات الملاعبية يكونوا موجودين معانا. استضفنا اسكندر العبيدي، محمد علي برمضان، محمد علي منصر، عصام جمعة، برشا ملاعبية كانوا موجودين معانا، معز بولحية، أهم الملاعبية اللي تحبوهم كانوا موجودين معانا في اللايف اللي تلقاه كل يوم. زبير بي أيضا اليوم لاعب نجم من نجوم سي اس اس، اللاعب اختفى الأضواء في المواسم الثلاثة الأخرانيين، فراس الشوات أكيد كما شفتوا في ستوري من اليوم الصباح. أيضا لاعب نادي أبها السعودي فراس الشوات هو ضيفنا اليوم، بعد شوية أكيد تلقاوها معنا. تنجموا تدخلوا تابوني والكونت انستغرام باش تلقاو كل يوم شكون الضيف نتاعنا. نحاول نكون يكون معنا كل يوم لاعب، غدوة باش يكون موجود معنا لاعب سابق في الكلوب، اللاعب في لاعب تيجيني بالعيد، عرفت فراس بعثت لي فيديو بون في اللايف ما نجمش نشوفه انا، لاعب سابق في الكلوب تيجيني بالعيد باش يكون ضيفنا غدوة. على كل حال نحاول كما قلت لكم ليزانترفيو الكل تلقاهم غدوة يهبطوا في الشين يوتيوب اسلام المد، بعد قاها ليزانترفيو الكل اللي عملناهم تلقاو اليوم نتاعها، تدخلوا على الكونت انستغرام تلقاو اليوم. مرحبا بكم الناس الكل. في رأس تحياتي اخوي. الو سافا؟ والله الحمد لله اخوي، شحالك انت لاباس؟ والله الحمد لله. شنو في الحمد السعودية لله راك شين غادي؟ يعني نستنى وقت الراحة، كو يعني انا نستنى وقت الراحة. قلقت؟ نعم؟ قلت قلقت سيرتو ما فماش كورة قاعدين. والله واحد توحش الكورة، ما فما شيء يعني نستناه اخويا. ما الجريمة تونس انت بحذاك برشا الولاد سعد وكريم و سعد وكريم عبد الرزاق وستاف كتير. وستاف الكل تونس متونس الحمد لله، معناها فما تحب ولا تكره مش كيما الدار، فهمت؟ خاطر واحد توحش الدار خويا، تعرف الكو. كهو اسمعني، صيام بن يوسف قال لك كونغولي، شنو يقصد بيه؟ نعم صيام بن يوسف قال لك كونغولي. والله لا سمعت. سيام بن يوسف كتب لك كومنتير قال لك كونغولي، شو يقصد بها؟ شو يقصد؟ هذه كلمة يقولها لي ماري كانزاري في ليكيب ناسيونال، عرفت؟ ايش معنى علاش؟ فضلك علي لا هكا عرفت، يقولها لي من الكونغو. بس اسمعني، شنو الفيديو بعثتوا لي ما كنت شوف فيه؟ لا بعث لك بالغلط. اوكي باهي. شد صحيح اسمع، والله شد صحيح. هذا اللي عملوا شنو؟ وك الشلاغه من الموستاش اللي عملهم شفته، هاجم شعر تفرج، شفته تعبات. حاسين اخويا ايش عامله فيك الكورونا؟ ترينا شويه ولا كيف ليش؟ اي نترينا مع الاولاد ونترينا وحدي ساعات في الدار وكا هو في الدار هيك هو يتبعوا فينا تخرج تعمل الدور؟ ها؟ تخرج تعمل دورة شوية ولا ايه؟ لا يا اخويا صعيب، عرفت لهنا للثلاثة وكثرية الوقت ما عندي في الدار، عرفت نخرج كان هكا نقضي حوايج وندخل، عرفت ما وحدك في الدار؟ كل شيء مسكر، وحدي اخويا ما كيبة الوحدة شيء والله شيء. ايه وكبس روحك على اسمان ان شاء الله، هاي فما برنامج ربي ان شاء الله هاي فما يا ربي سهل. ايه كيفاش تعدي نهارك؟ كيفاش تعمل؟ طويل لوحدك في كامل، كيفاش تعدي؟ نعم بخلاف لونترينمون بالطبيعة. بلاي نلعب بلاي برشا، عرفت؟ ومن بعد في الليل نتفليكس نحط عندي سيري نتبع فيها. شنو هي السيري خلي العباد تسمع تفرج انصح؟ ها؟ شنو هي السيري خلي العباد اللي تسمع إليت. انصحهم؟ إليت. اوه يا سلام خير. إليت. وكل هذيك دورت خويا. ها؟
كملتها كملتها بالسيف، برشا حاجات برشا كبيرة فيها حصير. على الاخر هكا واحد يتفرج برا، كان كانت تودني بسيرية واحدة أخرى تنتفرج فيها. أنا ياسين مرياح نصحته باور، سيري أمريكان باور بتاع كانك كانك مغروم بالدروغ والعصابات والمافيا في أمريكا وهذيك هذاك. طيب ياسين مليح كان معايا كيف كيف، نصحته بها بدا يتفرج فيها. طبعا ما هو تعالوا نكمل السيري ونتفرج فيها ان شاء الله. انا بديت اتفرج فيها ليت كي بدا الواحد، اما كملتها في 3 ايام من بعد. بالله والله تك تك في عرفت ساعتين. مدني في الدار كل شيء كان نتفرج عليه. قد ايه فيها من سيزون هي؟ ظهر لي 5، خمسة زدت ما كملتش، ديجا نزلت اتفرج فيها انا في 4 تو. والله. ما سمعنا باش تروح على حد صحيح ولا لا؟ ان شاء الله نار لحد 6 طيارة 36 ان شاء الله. كونفيرمي في الليست انتوما. اي شيء قصينا وركحنا امورنا وان شاء الله ربي يسهل وصلنا سلمي. وشكون؟ علاش توما بالذات في راس او واحد قال برشا لك باور في نتفليكس مش موجود في تونس. في اي في اي جي بيست انت فرشت فيها موجوده في في اي جي بيست. اي جي بيست في اي جي بيست. اي فهمت فهمت. قلت لك علاش انتم بالذات برشا توانسه واحدين سيرتو كوارجيه، علاش معناها يختاروا انتم بالذات وكيف صارت العمليه معناها؟ اخوي والله ما نعرف هكا، ما نعرفش والله. عرفت قالوا لي ابعث ايميل للسفاره والقنصليه، بعث كلموك حطوا اسمي وكاو كلموني، ما نعرفش ما عنديش حتى فكره جدا. هيك هو تنفيسه. الحمد لله والله نستنى في درجة خير روح. هو انت اول مره الواحد تصور يمشي تبعد يروح على يمشي الدار؟ الحجر صحي والكل ما متسيتش على الاقل واحد. تصور اول مره تبعد على الدار هكا؟ اول مره اول مره نبعد على الدار، ما كنتش متعود نبعد. وتتقابل مع الحمد الاولاد؟ لله. قلت لك نعم ما شكون تتقابل عاد الوقت اكثر سيرتو ولا في الدار وكام تخرج؟ في تونس لا لا في غادي، غادي في السعودية. والله يعني ساعات نقعد انا وبو خنشوش اللي كان زيري اللي راه اللي كان يلعب هاي بطول سين ديما قمنا نشوف. بحذاه، عرفت ديما يجي يلعب بحذاه البلاي والكل هاي كان. فهمت. كيف كيفاش تحكم على التجربة اللي توا في أبها؟ بو ما كانش طويلة برشا هي الحقيقة. ما سمعتك. قلت كيفاش تحكم على الاكسبيريونس في أبها؟ صحيح ما كانش طويلة برشا، لكن كيفاش شفت أنت؟ والله سمحة باية، عرفت خرجت ودرت وباية خرجت قبل وخدمة وصلت خرجت ومشيت ودرت باية. ماش بلاد باية سمحة، ماش خايبة جملة حتى تعرف، بالعكس عجبتني أنا نحكي نحكي عجبتني. كورة كورة، لعبت شوية ماتشات أنت في الحقيقة، ما دوب بديت تكاول بقصة في كورونا واحد. دخلت في الجروب معناها لقيت جوك غادي. دخلت في الجروب عرفت بيتي ستاف تونسي ومعايا جواريات معناها اصحابي تونسي والكل معناها عرفت دخلوني في الجو. ما حسيتش روحي في البعيد معناها في الغربه ولا عرفت كل ما تونسي معناها دخلت في الجو مريض الحمد لله. فهمت. اول ماتش ماركيت انت هكا اول ماتش ماركيت بونتو ما حسبوا رجع، وما كل بعد ما سافر الكورة كل ما من شافت الدزويت ماركيت هذيك ما تحسبش، تحسبت هذيك. لا هاي تحسبت هكاك في الماتش الثاني. هاي هذيك شفتها من بونتو. هاي هاي الماتش الثاني، الماتش الاول ماركيت مع خرج جو الماتش الثاني. اي شنو فرحانين بيك غادي كيفيت؟ كلهم بيقولوا كلهم فرحانين عرفت، مش شاكم اللي معناها كل يشكروا فيا وزيد تخدم على روحك وعندك في ساقيك ونعرفوك وتفرجنا عليك معناها زيدك بس روحك قوي عرفت. انت مشيت بري باش تتواصل الاكسبيرونس ولا لا؟ والله يا خويا ان شاء الله تتواصل الاكسبيريونس وهيك اش نقول معناها فهمت. هي حاجه باهيه واحد يحترف برا والكل وكو معناها ان شاء الله واحد ربي معه كو. انت تحب يلا تكمل غادي؟ وين معناها لهنا؟ اي والله ما نكذبش عليك معناها مفيد حاجه نرتاح فيها انا فهمت، حاجه نرتاح فيها انا ما نعرفش انا في صفاقس في لهنا في السعوديه ما نعرفش في اي بلاصه مفيد حاجه نرتاح فيها انا فهمتك. فهمت. ومرتين حتى غادي دور كيفاه؟ والله الحمد لله معناها باهي مش شكل مرتاح مرتاح اما الحمد لله باهي.
فهمت. أنا قاعد نصنع في روحي لهنا، وقاعد نشوف وقاعد نتعلم، خاطر ما تعرف ديما الخرجة الأولى صعيبة، خاصة في الشتاء، عرفت كي خرجت أنا من المركز الواعد صعيبة شوية، أما راني قاعد نتأقلم فهمت. فهمت. كيف جات هي؟ كيف جات الوفه نتاع ابا؟ وكيفاش تمت الصفقه؟ كلموك انت؟ كلموا السي اس اس؟ كيفاش صارت؟ والله عن طريق الأجون بتاعي وكل عرفت تفاهم مع، شكون الاجون؟ نعم شكون هو الاجون؟ مهدي مروكي، مهدي الأجون بتاعي مروكي، كو عرفت تفاهم منه من معناها سيما عز وسيما يوسف الكل وركب الأمور كو معناها. فهمت. سي اس اس ما كانش معاه الخروج نتاعك معناها؟ والله شوية شوية عرفت، فما اللي ما حبش والكل، أما ما تلازمني نخرج في الوقت هيك، تلازمني نخرج أنا من السيف، تلازمني نخرج انت تحب تخرج ولا شنو بالضبط؟ أنا نحب نخرج، أنا نحب نخرج خاطر ما خاطر ما تسميش، أنا عطيت برشا للسيزيس، أما الحمد لله عطيت، لازم نعمل معناها لازمني نبدل، ميزي مساج لازم نبدل نشوف حاجة ما خير، فهمت، لازم نبدل نشوف كيف نطور روحي، وفهمت في كل شيء. تعتبرها خطوة قدام معناها كيف كما أبها؟ نعتبرها خطوة القدام باش نجيب مالها روحي وكوم، انا فهمت. أنت عامل اللي نعرفه، ما نعرفش قولي صحيح ولا غلط، كنت قريب برشا من حزم السعودي، واللي نعرفه زيادة اللي أنت ما حبيتش تمشي تحب تلعب في أوروبا، شنو اللي تبدل بالضبط؟ صحيح كنت قريب للحزم، ما حكايه مكتوب معناها، فهمت، ما سالش فيها الامور، كل ما تعرف كل جوار طموح يلعب في الاوروب، فهمت، ما جاش الاوروب، عرفت في الفتره هيك زدت 6 شهور مع السي اس اس، 6 شهور معناها تضربت فيهم ومانيش في مخي يا اخي، قررت اول اوفر يجيني نخرج فيهم. فهمت. علاش ما تمتش وقتها؟ صحيح انك انت حبيت تحب تمشي للاوروب، كنت ضايف في الخليج، نعم هذا السبب. على سبب، في المستقبل وين تشوف روحك يا فراس؟ نعم المستقبل وين تشوف روحك؟ والله يا اخويا المستقبل ما يعرفه حد، اما واحد ان شاء الله ان شاء الله معناه يمشي الجمعيات ما خير، فهمت، الجمعيات انت فيهم ما كنت خير. بتوك مع سبيكس حتى وقتاش؟ نعم كنت بتوك مع السي اس اس حتى وقتاش؟ أنا 2022 اي مازال معناه على تاش تكون في سبيكس، تاش مازال تكون في الخليج، في اوروبا، فريق تونسي اخر ممكن ولا ايه؟ فريق تونسي آخر، صعيب برشا، صعيبه. صعيب برشا فريق تونسي، فريق آخر صعيب إن شاء الله. ايه الاقرب انت شنو؟ صفاقس ولا تكمل في ابها ولا في السعوديه ولا في وين تشوف روحك؟ والله يا خويا توفى السيزون، بعد نقول لك نشوف روحي، طب ما لازم نقول لك شيء. فهمت. بيه احكي لي شنو حكايه راشفورد؟ انت صحيح تشبهه شويه، عنده علاقه بهذا ولا فما حاجه اخرى؟ لا مش عرفت، من وقت جاتني فترة حجمت على الاخر، فهمت كيف، وعرفت الاولاد ولا مشيت، وقت مشيت معهم الستاج كيف ناسيونال في قطر، وقت الاولاد عرفت شافوني محاجم وكل شيء، قالوا لي راشفورد، فهمت، الوقت اللي عيطوا لي رشوات حتى في الانترنت. وانت مغروم بيه ولا شوي شوي؟ والله مانيش مغروب بيه جملة، عرفت، لكن عادي معناها، فهمت. فهمتك. احكي لنا شوي كيفاش بديت في راس اول ما بديت تلعب في الكوره، كيفاه؟ أول ما بديت نلعب في الكورة عرفت، بديت مع أولاد حومتي يكوروا في الحومة والكل، من بعد عندي أولاد حومتي يكوروا في السياف، وين عرفت انت؟ مشيو منين بينا بالضبط؟ للسياف. نعم انت منين بالضبط؟ اصلي معناها اي اصلي بن قردين، يعني بن قردين، اما جيت عايش في في بن السياف قردين. كمان. لا اصلي بن قردين، اما عايش في صفاقس، فهمت، اصلي بن قردين، فهمت ما من طولت كل شيء في صفاقس، فهمت. فهمتك. اي قلت لي بديت العب في الحومه وبعد. بعد مشيت مع ولاد حومتي للسياف، عرفت، مشيت معاهم كو، وقتها أول لونترونمون وقتها عند سي محمد صحنون، مشيت تيستي وكل واحد، مشيت أكسيال زادة وقتها، كنت اكسيال. كنت أكسيال لا، ومشيت زادة، مشيت للسي اس اس وقتها، تستي أكسيال زادة، ما قبلونيش، عرفت،
انا فهمت. مكتوب هاي في السلام مش في السياسة، تحكي لي وين تحكي لي؟ انا في السياب، مشيت للسياب، مشيت تسديد في السياب اكسيال، تقبلت بعدها اوكي زيت روحي فهمت مشيت تسديد في السياب اكسيال يا اخي طردوني، فهمتك. فهمت رسيلي او رجعت للسياب هاي كو. قد لك وارد في السياب عملت 5 سنين في السياب حتى نقولوا جونيور. حتى الكادي، حتى الكادي 4 سنين هكا 5 سنين وتقوى لك سيارك اكثر معناها. والله حطيك شي هاي نكور اكسل. من بعد جيت ما عدناش وقت تكونات في ما عدناش تكونات وقت عدنا انترنير سي منظر اللي قال عليه اسمه هذا تو عرفت سي منظر نتوجه له كل خير معناه، قال لي العب افون سونتر كل شيء، قلت له نلعب افون سونتر تحبني نلعب فهمت، لعبني افون سونتر ماركيت وقت 7 بونت في ماتش، قال لي يقعد غادي يزي تلانسي غادي وبرك، قلت له باهي مريق كو ومن هنا غادي احسن ديسيزيون خذيته في حياتك. اي والله تسمى بيه الحمد لله معناها يمكن كان جيت ديفونسير راني ما نوصلش كيما وصلت لتو فهمت. والمشية للسي اس اس كيف جات؟ نعم جيت في ماتش اميكال، لعبنا ماتش اميكال ضد السي اس اس وقتها مع السياب صحيح وقت خسرنا ظهر لي 9 ولا 3 قدام، لعبت ماتش بي وماركيت هكا البونت فهمت، البونت اللي انقذني فهمت كيفية البونتو علاش قالت مشيت لي؟ مسافر، معناها قلت لك البونتو هيك اللي انقذني خاطر وقتها عديت ماتش بي تفرج فيها معناها شو اسمه وقت التورنير نتاع الكاديم نتاع السي اس اس كاو معناها عرفت عجبته الكل جاي نحكي معايا قال ما تحبش السي اس اس، قلت له بتبيع امنيتي نحب نكور في الصفاقس كاو، قال لي راك قال لي مريقل وراك احلك الامور وكاو فهمت. كادير مشيت هذا وقتها اي كادير. وقتها عندي رمزي كريد وطلعوا على السينيور كيف جاي؟ نعم طلع على السينيور شكون طلعك وقتها؟ وقتها طلعت سينيور، طلعت اول مره طلعت فيها السينيور عند سي غازي الغرايبي وقتها طلعني مع قديش؟ السينيور 14 2014 هكاك 14 2014 انا عندي 6 2016 سنين. 2000 2016 هكا 2000 والله ما ثابت بالضبط اي يمكن خاطر 14 ما تصورش ما عندكش 6 هاي سنين ما سينيور. لا لا 2017 هكاك 2000 اي كيفاش طلعك غازي؟ تفرج فيك 2016 في الاسبوع ولا كيفاش؟ هاي تفرجت فيها في الاسبور وقت عملت عام بي في الاسبور نكور مع الاولاد وكل شيء فهمت وكو معناها مشيت طلعت مع قدام مرة مع شوية أميكا ضد قرقنا ضد رالوي وضد السياب عرفت كل شيء، ومن بعد مشيت مع الماتش الرجاء ميكال وقتها في المغرب وهذه دخلت زي ميطان شيء بلاصة البحر من وقتها بديت وقت خرج الخنيسي ولا بعد زاد؟ خرجت في بلاصة دخلت في بلاصة البحري وقت إبراهيم البحري كان المغرب في المغرب 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 فهمت. وقد كيفاش تقيمهم لعيبهم في السنين بتاع السي اس اس؟ ناجحة متوسطة قداش تعطي على 10 مثلا؟ ها ولا سمعت قلت لك البريود اللي عملتها في السنيور بتاع السي اس اس كيفاش تقيمها مثلا على 10 كيفاش تعطيها؟ قداش تعطيها؟ ناجحة متوسطة كيفاش تعتبرها؟ من اللي طلعت معناها اللي نطور اي نجم نقول انا ما نقولش ناجحة اما حاجة باهية للي انا خاطر عرفت من اللي انا بديت طلعت للسنيور لين وصلت خاطر وصلت معناها نترينا ونروح وصلت من ساعات عرفت كل نهار نزيد نتحسن غادي فهمت في السنة كل نهار نزيد نتحسن باش لقيت روحي في كي اول ماتش هبط فيه لقيت روحي وعرفت معناها كيفاه كيفاه تكبر في السنيور كيفاه مش كيما تكبر في الكادي ولا جونيور ولا سبور فهمت فرق كبير برشا، اما قعدت نحسن في روحي ونتعلم من التكونات كيما الخميس وقت كي كان غادي كيما البحري وكيما دريسا وقت لحقت عليه ومشيت معاه مستجيت ونعرف فهمت قعدت نتبع فيهم ونرى فيهم فهمت. اما ظهر لي الترشيق جات في العاب ولا العامين الاخرانيين؟ هاي صحيح ترشيق جيت في العام والعامين الاخرانيين صحيح وقتها عند كوتش كرول خاطر هو عرفت كيف يوظفني في البي في وسط الميدان وكل شيء والحمد لله. اما كيف فهم برشا حاجات باهين صاروا حاجات خايبين مثلا. شنو اكثر حاجه خايبه تتذكرها في راسك؟ شوش
في العميد في الفلاني هنا. لا في 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 السينيور بتاع السي اس اس. الحاجات الخايبة معناها اللي أنا حتى عرفت ساعات نوصل معناها كونفوكي مع السينيور وكل شيء نقعد في الجراد، هيك الحاجة اللي ما حبيتهاش، فهمت ما حبيتهاش على ايوه الآخر. وزيد مرة وقت كي رجع سي غازي الغراي، وقت لقاني في الجرادان وكل شيء، وماتش لي طول وقتها، ماتش لي طول في صفاقس اللي خسرنا فيه، هيك الماتش قعدت في الجرادان، هيك الماتش اللي حبيت نلعب فيه، هيك الماتش اللي معناها انتقرت، قلت نجم نلعب مع اصحابي في الماتش هذا. فهمت. باي باش نسألك على 3 لقطات، كل واحدة احكي لي عليها وحدها. لقطة البينالتي اللي حبيت تشوتها وقتها صارت مشكلة، شنو خممت وقتها بالضبط؟ بالعكس لقطة البينالتي عرفت خاطر وقتها رابحين زوز بلاش احنا، وانا ما عرفت كل تكون وقت انا ما ماركيتش، عندي فترة ما ماركيتش، وحبيت معناها البينالتي ماركي، فهمت، حبيت تاكل الماركي، رجع ثقة في روحي كل شيء، ما حبيت معناها انا حبيت الماركي البينالتي، اخي دونترون اخي دونترون ما حبش، ما قال لي ما تشوتش، فهمت. هو عرفت انفعلت شوية، من بعد طلبت منه السماح من اصحابي ومن ستاف من كلهم. باهي، اللقطة الثانية اللي عملتها ماتش الاسبيرونس بعد ما ملكيت البونتو، عملت فازة نتاع الفار، شو قصرت بيها يا فراس؟ والله فاز بيني وبين مخي هيك، عرفت ما نعرفش كيفاش جات هكا في مخي هكا الفاز هيك، عملته ولا ما نعرف. ما كانش فيها شوية استفزاز للاسبيرونس بعد سورتو بعد فينال تاع الوداد والواحد هذاك؟ لا، فهمتك. باهي، واللقطة نتاع بوبليك ستاد. كي لقطة نتاع بيبليك ستاد، خاطر ريت من بعد الماتش، من بعد الماتش ليكيب ناسيونال احنا والجزائر، وقت الماتش اللي ضيعت فيه انا وكل شيء، عرفت هيك اللي فما معناها فما عباد هبطوا معناها انت اعمى ما تعرفش مالك كل شيء، بالزر هيك ماتش ستاد، عرفت ملي دخلت الجمهور نتاع ستاد عبدي ما فهمتش اش بيه، فهمت هيك يا اخي، قلت بيه والله من مركي من عمل مك الفاز هاي، ما يحبوش الراجل هيك. أنا اللقطة اللي ندمت عليها، نعم أنا اللقطة فيهم اللي ندمت عليها، ولا سمعت اللقطة أنا منهم اللي ندمت عليها، اللقطة ني منه، اللي ندمت عليها. يمكن لقطة استاد الخاطر خرجت ورقة حمراء وخليت أصحابي مكسورين، عرفت الماتش هيك وقتها نتاع الاسبيرانوس ما كانتش مجانية شوية شنية الفار، اللي ماتش الاسبيرانوس هاي؟ بالعكس ما عليه، بالعكس جيت في مخي اي انا عرفت انا انسان اي حاجه تجي في مخي راني نعملها، راه فهمت كيما اي جمعيه ما نلعب ضد المركي بونتو اللي تجي في مخي الفكره الاولى انا نعملها، فهمت ما فماش كلامك عليها شوية؟ مش كل، بالعكس لا انا بالعكس جمهور صفاقس الكل شيخو بيه، فهمت حاجه باهي، بيه. انت حكيت على ماتش الجزائر، الانتقادات اللي بعد الماتش هذاك اثروا فيك شويه الحقيقه. أثروا فيا باش نزيد نخدم على روحي، وسكت برشا عباد، فهمت وهكا اللي صار. هو سيرتو المهاجمين ديما متعرضين لحاجات كيما هكا. ديما متعرضين الحاجات كيف هناك، صحيح ما خاطر المهاجم مطالب باش يمركي، فهمت، وبالزر هيك الماتش هيك ما وفقنيش ربي، معناها مش معناها خدمت عملت اللي عليا كل شيء، ما ناقص لي كالبونتو، ريت انا كان ماركيت كالبونتو راني ما كنت نمشي للباليه ماخيره، فهمت هو كي يغلط وسط ما بيفو ولا دومي ما تظهرش الغلطة، أما ما كي يغلط ولا جارديان سيرتو، والاكسيال العباد تفرق على يغلط، فماتهم. عندك الجارديان والاكسيال ولا تكون عرفت، عندك هذا من ثلاثه بوسات نتاعهم حساسه، واللي يغلط عرفت هيك اللي يغلط يخلص، عرفت كيف صحيح. معناها انت بديتك في راس كانت بعمل دخبة قوية، لكن بعدك اللي خسرت بلاستك شوية. أول ماتش وقتها مع النيجر ما كنتش زبون وقتها. قلت لك بدايتي كانت باهية، لكن بعدها ايش اللي فقدت بلاستك شوية؟ لا، ما فقدتش بلاصتي، بالعكس صحيح بديت معناها اول ماتش عديته ماتش بيه الكل، اما في ما فقدتش وقتها بس بلاستك ما عادش فك حد معناها. مش عليك واحد هيك اللي مانيش وحدي نكور،
معايا برشا تكوينات معناها كله معناها شو حكي كله معك فوزي وقتها؟ قبل الماتش ولا بعد الماتش؟ كيف كيف حاجة قعدت في بالك من اللي حكى معك؟ شنو؟ حاجة قعدت في بالك من اللي حكى معك فوزي؟ سي فوزي قال لي راني كما شفتكش معناها تكون بيك وش راني ما نجيبكش بالكيب نسوها فهمت، قال لي مستقبل قدامك وري روحك معناها في الماتش هذا وفهمت تخدم على روحك وربي معك معناها لكن برشا حاجة ملاعبين عندهم تراايف مع فوزي، انت صارت لكش معاه تروفة ولا حاجة هيك؟ خاطر عنده توم بين مو فاوت. اي فما في ماتش وقت ماتش النيجر هيك عرفت قبل الماتش بالنهار حتى التشكيله باش تلعب فهمت وحطني نتيتي اللي عرفتك اللي خفت انا فهمت كو اخي نلعبوا قسمه وكل حد دوسر وتعطي بيدك فهمت كيف معناها الاحمر تعطي الاصفر والاصفر يعطي الازرق انا دخلت بعضها في الواحده فهمت خايف عرفت جا المير قال لي يا مير منين جبتوا هذا منين جبتوا من كونغو يا لطاير هيك هو عرفتها في ناس وين تحط روحك بين المهاجمين التوانسة أو موجودين الخنيسي الشماخي الخزري، انت وين بالضبط؟ أنا يمكن ما يمكن 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 الخزري الخنيسي نحط روحي من بعضهم فهمت خاطر معناها عندهم اكسبيرينس بيا وانا نزيد نتعلم منهم خاطر بلي ديما نتفرج على الخزري والخنيسي نتبعه من اللي انا كنت في الساقس ديما نتفرج عليه ونتبع فيه فهمت نتبع فيه وياسين الشماخي شميخي مش معناها ان بوانت هو فهمت واكثريته يلعب على جنيب حسب ما نعرف ايوه يلعب لا بوانت يلعب زوز. كيف كنت انت زي العبد على اليسار حتى كاس عبد مفكر على الوقت نعم انت بيديك العبد على اليسار لعب كاس عبد الوقت هاي لعبت عن سي الاسعد لعبت عن سي الاسعد على اليسار مشيت كابتن شوية لعبت على اليسار بونت اخي واكثرية وقت اللي لعبت على اليسار ماركيت بونتويتي تو بونتويتي اكثريتهم وقت انا لعبت على اليسار من لان بوانت وقت عن سي الاسعد ترتاح غادي ولا بونت اخي؟ انا نرتاح ان بوانت خير حق يعني فهمت اما سي الاسعد خيرني باش نلعب غادي قلت له نلعب مع سي الاسعد مفيد اعطيني نلعب وقت فهمت ابدا من الاول الكل احكي لي شوي عن سي اس اس، كيفاش تشوف الوضعية اليوم في راس؟ نعم احكي لي شوي عن سي اس اس، كيفاش تشوف السيتياسيون تاع ليكيب اليوم؟ سي 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 سنا معناها اي سنا والله معناها في مرة فترة خايبة شوية أما الحمد لله تو معناها تو ديزاين بلاس ومعناها قاعدين يعديو في ماتشات سماح وان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل وان شاء الله يلعبوا الشامبيونز ليج ان شاء الله ربي ان شاء الله سنا الشامبيونز ليج ان شاء الله عامل ان شاء الله الشامبيونز ليج البطولة ممكن ولا جيست تشامبيونز ليج تلعب عليها في السنة فاكس نعم ولا شيء الاسبيرونس هزتها تعتبر الشامبيونات ما تعرفش مازال الشامبيونات مازال بين السي اس اس والترجي معناها وتحب ولا تكره الشامبيونات مقصوصه وكي ترجع ما تعرفش على الكوره فهمت تنجم السي اس اس توصل تلحق على الترجي وتفوت يمكن تنجم الترجي معناها تهزها والكل فهمت اما الحاجه اللي في كل الصفاقسيه معناها ان شاء الله الشامبيونز ليج نلعب الشامبيونز ليج باهي خلاص لك شوية أسئلة من عند العباد في راس وس قال لك تحب تكمل في السعودية ولا باش ترجع لصفاقس؟ بون جاوبت عليه شوية إذا ما عرفش كان تحب عندك ما تزيد. لا ما عادي منزل باهي زديري قال لك شكون الفريق تشوفه باش يهز الشامبيونات؟ نعم زديري قال لك شكون الفريق تشوفه يهز الشامبيونات السنة؟ الفريق التونسي اي والله بين السي اس اس والترجي معناها مازال ما في مازال معناها تو ما في لويتي كا قال لك انا هي ليكيب اللي تحب تلعب فيها في الاوروب. معناها اكيد معناها حلمي نلعب فيها اي بلاش جميع الواحد يحلم اخو حالته معناها يلعب فيها ريال مدريد معناها ان شاء الله ما تعرفش عن المكتوب ما عرفت حلم هكا فهمت حلم نحب نلعب في ريال مدريد يسري اللوز قال لك يا فراس بالرسمي صحابك في الفريق لزوك باش تخرج باش هما يخلصوا. لا لا ما فيش منها الحكاية او بوان غربي قال لك جاك اوفر من الاسبيرونس.
لا لا ما جانيش. حتى جاست نبض ليه؟ انا عمري ما كلمك حد من اسبيرانسا. بدو السؤال من بعض. شبيه ما عجبكش؟ عجبني صح. بأشرف بلاكيتي قال لك النجم الراوي كان ها في واحد من جمعية الأربعة الكبار. كان في صفاقس إن شاء الله. لازهر قال لك تحب تنجم تلعب في الكلوب أفريكان؟ كلوبيست تحسوه. هاي كلوبيست. لا لا قال لك تنجم تلعب في الكلوب ولا ايه؟ والله نقول لك حاجة على كليب، نقول لك معناه عندي أمي تحب برشا الكليب، فهمت كيفاه؟ اي تحب الكليب الكل، فهمت؟ ما شنو باش نقول لك، معناه ديما هو سي اس اس معناه. بيه احمد قال لك النجم نشوفوك في الترجي وجاك عارف ما الترجي قبل ولا قلت لي انت عداوه. ابراهيم لامين فراس شوار جمعيته اللي يحبها من الصغرى هي الترجي واسألوا عليها، صحيح ولا لا والله لا مو صحيح؟ ها ماشي. أشرف قال لك شنو هي أقرب جمعية ليك بعد السي اس اس وشنو هو طموحك في المستقبل؟ أقرب الجمعية لي بعد سي سي اس الأفريقي معنا، وطموحك في المستقبل؟ نوصل معنا نوصل الحاجة اللي وصلوا لها برشا توانسة، مع اللي وصلوا لها جوارات توانسة معناها في الأوروب في النيفو قوي، فهمت؟ كيما وصلوا عبد النور وحاتم الترابلسي كيما برشا، فهمت؟ احمد عودني قال لك علاش خرجت من السي اس اس في وقت السي اس اس ما عندهاش اتاكون وهي اللي طلعتك وعملت لك اسم؟ انك خرجت في السيسيس فيها تاكونيت، اما تاكونيت تاكونيت اكثر من لاعب ترتاح معه في الملعب وليد القروي. ب شكون اخر؟ قيس غونجي قال لك انا هو الاتاكون في الاوروب اللي ستيل دو جو نتاعو تحسه يشبه لك. الستيل نتاعو تحسه معناه والله ما نعرفش، انا يمكن نشوف بالوتيلي كان ففقت عرفت، اما ما عنديش الابله نتاعو عندك شوية كمان في ناس تعرف شويه فاز شويه استاد ولا حفلت كمان عندك شوية هبلة بالوتيلي هذيك. ايه ايه صحيح شويه واو. بي خلينا نكمل معاك بكويز. شكون أحسن لاعب تونسي تو؟ تو اي اسمع احسن خويا لاعب قال لك خويا كتب كومنتير قال لك جوميز. قال لك ايش قال لي؟ جوميز جوميز مش بالوتيلي، تشبه جوميز. جوميز. لا لا بيه تكون احسن لاعب تونسي تو؟ تو الياس جلاسي معناها انت مستير شكون حاليا كنت هو احسن تعتبر لاعب. شكون تعتبر احسن لاعب في تاريخ تونس؟ أحسن لاعب في تاريخ تونس فما برشا، ما عرفت حماد العقربي، كيما حماد العقربي قاعد لاعب في بطولتنا نشوفه قادر ينجح في الاحتراف، لاعب في بطولة تونسية تشوفه قادر ينجح في أوروبا؟ فما برشا. بعطيني واحد مسيس. أعطيك واحد نسيم نسيم هنيد. باهي شكون أقرب لاعب نسيم ليك؟ أقرب لاعب ليلي آه. وليد القروي مدافع تونسي تقرأ له حساب؟ مدافع تونسي نقرأ له حساب. شبيك؟ شبيك تضحكت؟ ياسين مرياح. بلي علاش ضحكت؟ لا لا والله شيء، والله ضحكت لي شوي ما. قريت كومنتير ضحكك يعني. لا 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 والله لا شيء. ياسين بيش كون مرياح أحسن نقرأ مدرب له حساب. تونسي؟ أحسن مدرب تونسي أي غازي الغرايب، أحسن مدرب دربت عنده؟ رودو كرول، مدرب عنده فضل على فرق الشوارع؟ برشا مدربين عندهم فضل عليا، أما أكثر واحد
اكثر واحد جمال خشيرة. طلعك سينيور هو ولا في هو في الاسبوع ولا شو ولا كيف؟ هو عرفت بديت معاه من الجونيور، بديت معاه الجونيور للسينيور، اللي قبل ما نخرج هو ديما معايا، وحتى كي موش هو انترونير عرفتك اللي ديما نصح فيها ديما واعمل كل شيء. قداش اول سالي اللي خذيته؟ هو سالير اي 400. ماتش ما تنساهش. ماتش ما ننساهش، ماتش ليكيب ناسيونال تاع النيجر، بونتو ما تنساهش. بونتو ما ننساهش، أول بونتو عندي مع سي سي كنت اشكون كونتر متلوي وقتها الماتش. احلى بونتو ماركيتو، بونتو مزيان والله بونتو الكاوو كونتر التاريخي أحسن بونتو عجبني، وقتها ربحنا زوز بلاش في الساق. بونتو تمنيت لو كان انت سجلته. بونتو تمنيت كان انا سجلته، يمكن يمكن الله يشفي ان شاء الله. بونتو مهم، ما لو كان انت روحك سجلته انت معناها هذا ايش نقصت؟ لا هي في بالي يعني. يمكن البونتو كونتر، يمكن البونتو كونتر بركان اللي ماركاه علاء. شكون اقوى بيبليك؟ لا سي سي اقرب جمعية ليك بعد السي اس اس؟ جاوبتني قلت لي الكلوب. حاجة فيك ما تعجبكش؟ نرفوزي. أحسن لاعب في العالم شكون؟ أحسن لاعب في العالم آه. كريستيانو. أحسن مدرب في العالم؟ أحسن مدرب في أنشيلوتي فالي يعني. شكون القدوة نتاعك؟ إبراهيموفيتش. قبل الحوار خممت زعما قلت شنو يسألني؟ نعم قبل الحوار خممت قلت زعما شنو يسألني؟ هاي خممت قلت شنو زعما يسألني شنو. خويا مرحبا بيك، يعطيك الصحة في رأس. عايش كويس. باهي خليك في الآخر، كان تحب تقول حاجة للبيبليك نتاع السي اس اس ولا البيبليك التونسي اون جينيرال، ولا كلمة اللي تحب عليها تحب تقول؟ والله نحب نقول معناها على معناها على الفيروس هذا، معناها معناها الفيروس ما او علولو بونسوار عليه معلم، تحية لي علي معلول. تحية لي اسمع، علي معلول خويا. ما دام يتفرج فيا خلينا نقول له بعث لك ميساج شوفه يا علي. علي ما قال لك بعث لك ميساج شوفه. باه خليك في راسك، انت تحب تقول حاجة؟ نحب معناها نقول الفيروس هذا معناها ما فيهش دواء، وكل معناها الدواء الوحيد معناها شد الدياء، وان شاء الله ربي يحمينا معناها، وان شاء الله ترجع كما قبل. فهمت الدنيا وكل خويا يعطيك الصحة وميرسي بوكو، ربي يوفقك إن شاء الله. عايش خويا عايش.